الحقيقة يا جماعة، احنا هنتكلم النهاردة على من اخطر المواضيع اللي هنتكلم فيها. مش هنتكلم بقى على اللي احنا فيه دلوقتي واللي احنا شايفينه وان الحرب الاقليمية او الحرب الشاملة، ولكن هنتكلم في كارثة حقيقية وهي الحرب الكبرى اللي ممكن تعيد تشكيل العالم بالكامل، هتأثر على كل واحد في كل دول العالم. فلازم نسمع الموضوع ده بتركيز، ولازم نعرف هل في الفترة القادمة هناك تخطيط معين أو هناك استراتيجية معينة قادمة لدمار هذا العالم. فياريت واحد من الناس، واللي هو أنا كشخص كوجهة نظري الشخصية فقط، مش بنقل وجهة نظر حد، أنا شايف إن قبل نهاية عام 2024 ستكون هناك شرارة لحرب عالمية كبرى، ولكن عندنا هذا التقرير المهم جدا. وفي هذا العام، عام 2024 اللي قلنا كله عام التغيرات، عام الكوارث، عام الحروب، عام الأزمات الاقتصادية، لازم نقول من قلوبنا يا جماعة اللهم ارحمنا من القادم. فياريت تقول معايا أمين من قلبك، من فضلك نقول اللهم نستودعك الأرض ومن عليها من أبرياء. ياريت تقول معايا أمين من قلبك، ما تخليش كبريائك وشطانك يمنعوك ان انت تقول أمين وتقترب من الله. يا جماعة احنا في حالة او في وضع غير عادي، اوعى تخدع نفسك وتقول دي أمور عادية، نحن في وضع غير عادي في كل مناحي الحياة، فاقترب من الله. وأنا مش بوعظك، أنا بوعظ نفسي بصوت عالي، فنقول اللهم ارحمنا من القادم ونشوف معانا هذا التقرير. طبعا بفكرك قبل ما نبدأ علشان يوصلك كل جديد في كل ساعة وكل لحظة، اوعى تنسى الاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد، هتدوس على الزرار اللي تحت الفيديو اللي مكتوب على الاشتراك. اوعى تنسى الاعجاب واللايك دعما لينا، اوعى تنسى تنشر وتشير وتشارك، خلي الناس يوصل لها صوتنا، خلي الناس تعرف ايه اللي ممكن يحصل الفترة القادمة، خلي كمان الشباب بتوعنا يسيبهم بقى من الرقص والاغاني ويشوفوا الثقافة العربية الخبرية النظيفة والموثقة. ربنا يعديه على خير ان شاء الله، ونقرا هذا الموضوع المهم جدا جدا جدا. الحرب قادمه، هل نحن مستعدون؟ وده عنوان الموضوع. فادي فكري بيقول او بيحلل الحرب قادمه، هل نحن مستعدون؟ القطار غادر المحطه والحرب العالميه الثالثه على الابواب. ونعم هذا تحذير، وبقول لكم القطار غادر المحطة. وهنا اللي قال الكلام ده، القطار غادر المحطة ولا أحد يستطيع إيقافه، هذه ليست مجرد كلمات عابرة، بل تصريح صادم من رئيس دولة مقرب جدا من فلاديمير بوتين. ماذا يحدث خلف الكواليس؟ هل نحن على وشك مواجهة عالمية جديدة؟ في هذا الفيديو سنكشف لكم القصة الكاملة، وسنغوص بتفاصيل مرعبة تهدد مستقبل البشرية خلال الأشهر القليلة القادمة. في مقابلة نادرة مع الصحيفة السويسرية فيلد، فجر الرئيس الصربي ألكسندر بوتشيتش قنبلة إعلامية. الرجل لم يتحدث فقط عن الوضع السياسي الحالي، بل حذر من أن العالم يسير نحو حرب مدمرة خلال 3 أو 4 أشهر فقط، أو حتى نهاية هذا العام. نعم، قال هذا الرجل أو هذا الرئيس الصربي ألكسندر الحليف الوفي لبوتين، قال بصريح العبارة: الحرب العالمية الثالثة على الأبواب، ولا شيء يمكن أن يوقفها الآن، فالقطار غادر المحطة ولا يمكن أن نتصرف أي تصرف إلا تصرف عاجل من الغرب. ولماذا الآن؟ ما الذي يدفع ألكسندر يا جماعة هذا الرئيس الصربي للحديث بهذا الشكل المرعب؟ وهو فعلا بيأكد أن القطار غادر ولا أحد يستطيع أن يوقفه.
فكشف رئيس الصربي أن بلاده تقوم الآن بفحص مخزونها من القمح والنفط والسكر، لأنه يعتقد أن صربيا ستجد نفسها وسط هذا الصراع. والمثير في الأمر أن ألكسندر لم يتحدث فقط عن حرب تقليدية، بل حرب عالمية ثالثة قد تبدأ في أي لحظة. ولم يقتصر الأمر على التهديدات، بل قال أن الغرب يعتقد أنه يستطيع هزيمة روسيا، وهذا وهم خطير. قال ألكسندر وكشف أن رئيس بوتين لن يسمح بأن تستمر الحرب في أوكرانيا حتى نهاية حتى عام 2025. يعني هو بيأكد أن بوتين مش هيسيب الحرب بتخش كمان 2025، يعني احنا قدامنا 3-4 شهور حتى نهاية السنة، فلازم ينهي الحرب. الرسالة واضحة أن روسيا ستقوم بإنهاء هذا الصراع قبل نهاية العام الحالي وبأي ثمن كان. وأنا يا جماعة قلت لكم إن أنا من كثرة قراءاتي في التحليلات العسكرية والاستراتيجية لما يحدث في العالم، أنا شايف من وجهة نظري أيضا الشخصية أن قبل نهاية هذا العام إن شاء الله بيوم ستندلع شرارة الحرب العالمية الثالثة. والله هو الأعلى والأعلى. بوتين وضع شروطه للتفاوض، شروط يعتبرها الغرب مستحيلة. تنازل أوكرانيا عن أراضيها أو نزع سلاحها واتباع الحياد بعيدا عن الناتو، فهل يقبل الغرب بهذه الشروط أم أن الأمور ستتجه نحو مواجهة نووية؟ صربيا، لماذا تعد صربيا نفسها أو تعد صربيا نفسها للحرب العالمية؟ الأمر يعود إلى التاريخ. صربيا كما يقول ألكسندر رئيس صربيا لا تزال تذكر مرارة الحروب البلقانية في التسعينات وجرائم الحرب التي ارتكبت خلال تلك الفترة. الصرب لم ينسوا قصف الناتو لعاصمتهم بلغراد، ويعتقدون أن الوقت قد حان للانتقام. التصريحات الأخيرة لألكسندر كانت بيكلم يا جماعة كان من مارس 2024، وعمال يقول وما زال بيقول حتى احنا 24/9 الآن، احنا في نهاية شهر سبتمبر او شهر 9/2024، ما زال يقول او يقول ويحذر من الحرب العالمية الثالثة. وكانت إشارة واضحة إلى أن بلاده مستعدة لخوض أي معركة لإعادة توحيد ما يعتبرونه أراضيهم التاريخية. وهنا هناك تحالف بين بوتين وبين ألكسندر في صربيا من وراء الكواليس. فألكسندر رئيس صربيا ليس مجرد رئيس صربي، بل هو صديق لبوتين المقرب أو الصديق المقرب لبوتين. هذا التحالف بين روسيا وصربيا قد يكون المفتاح لفهم اللعبة الكبرى التي تدار الآن في الخفاء. روسيا تدرك أن إشعال المزيد من الصراعات في أوروبا سيكون السلاح الأمثل لمواجهة الغرب، فهل ستكون صربيا هي الشرارة التي ستطلق العنان لهذه الحرب؟ صوت من واشنطن يحذر، والمرشح الأمريكي زي ما احنا شفنا حتى دونالد ترامب وحتى روبرت كينيدي قالوا تحذيرات ألكسندر، وقالوا إن العالم على شفا حرب عالمية ثالثة، وقالوا أن العالم على شفا انفجارات. واعتبروا كلام ألكسندر رئيس صربيا اعتبروه جرس إنذار للعالم. الرجل دعا إلى التعامل بجدية مع هذه التصريحات قبل أن يجد العالم نفسه في دوامة من الصراعات المدمرة. إن لم يتحرك الغرب بسرعة فالعواقب ستكون كارثية. هل فات الأوان؟ وعايزين نسأل نفسنا، هل فات الأوان؟ هل القطار قد غادر المحطة ولا أحد يستطيع أن يوقفه؟ والأسئلة ستظل معلقة. هل سيتحرك الغرب بحكمة ويفهم إن ممكن البشرية كلها تعاني من هذه الحرب القادمة اللي ممكن تشتعل بشرارة صغيرة؟ اللي شاف يا جماعة الحروب اللي فاتت، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، هيفهم إن غلطة واحدة وشرارة صغيرة يعني دمرت البشرية فيما سبق، دمرت وأفنت
أجزاء من الأراضي، والبشر ملايين ملايين من البشر قد عانوا لسنوات كبيرة، وأعداد كبيرة من الدول قد عانت لسنوات كبيرة. فهل سيتحرك الغرب بحكمة، أم القطار قد غادر المحطة ولا يمكن لأحد أن يوقفه؟ واللي احنا شايفينه دلوقتي من صراعات في المنطقة، خاصة الشرق الأوسط وفي أفريقيا والدول الأفريقية، واستعداد التحالفات الكبرى مع مثل الصين وكوريا الشمالية مع روسيا، واستعداد الصين لأي مواجهة مع الولايات المتحدة، واستعداد كوريا الشمالية لأي مواجهة أيضا، فكل ده يا جماعة عبارة عن قنبلة موقوتة. الحرب على شفا، يعني شرارة، العالم كله على شفا شرارة كبرى من الانفجارات. وهل تاني نقول القطار قد غادر المحطة ولا أحد يستطيع أن يوقفه؟ وهل سيتحرك الغرب بحكمة، أم أن بوتين وحلفاؤه سيقودون العالم نحو الهاوية؟ كل ذلك سنعرفه في الأشهر القادمة، ولكن دعوني أسألكم سؤال: هل أنتم مستعدون لما هو قادم؟ هل الدول العربية مستعدة لما هو قادم؟ هل نحن أيضا مستعدون لما هو قادم؟ يا ريت يا جماعة تجاوبوني في التعليقات وتقولوا رأيكم، ولكن طبعا مش عايزين نقول شتايم علشان ممكن الأكاونت بتاعك يتقفل في أي لحظة، فبلاش نقول شتايم. ولكن هل نحن مستعدون، وهل دولنا العربية مستعدة؟ الدول، أنا بتكلم الدول العربية بما فيها الدول الخليجية والدول المغاربية، هل نحن مستعدون؟ نقول اللهم ارحمنا من القادم، يا ريت نقول أمين. اللهم نستودعك الأرض ومن عليها من أبرياء، لأن الأبرياء اللي هتدفع الثمن. يا ريت نقول أمين. يا ريت يا جماعة تنشروا هذا الفيديو في كل مكان، خلوا الناس تفهم إن الشهور القادمة في 2024 شهور خطيرة جدا جدا جدا، فربنا يعدي على خير. يا ريت تنشر الفيديو، تشارك الفيديو، تشير الفيديو، يا ريت توصل صوتنا للجميع. اوعى تنسى طبعا تعمل اشتراك عشان يوصل لك كل فيديوهاتنا. اوعى تنسى طبعا تعمل اعجاب ولايك دعما لينا. اوعى تنسى تقول اللهم ارحمنا من القادم وتقول امين، وانشر الفيديو على قد ما تقدر. شكرا لحضراتكم، كان معكم فادي فكري، والى ان نلتقي اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام تام على الجميع.